اللقاء اللي كينظمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم هو لإعطاء انطلاقة لحملة تواصلية واسعة اللي الهدف منها هو إعلام وتحسيس العمال غير الأجراء اللي تم تسجيل ديالهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واللي العدد ديالهم وصل لحد الآن 1,640,000 عامل غير أجير. هذه عملية التسجيل قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال معالجة المعطيات اللي توصلنا بها من طرف الهيئات الممثلة لهذه الفئات، تقريبا جميع الفئات اليوم سجلناها، وصلنا لمليون وستمئة والهدف أننا نوصلوا 3 مليون أو 3.2 مليون. هذه العملية التسجيل كما قلت لكم كتم كيقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال معالجة المعطيات، وكنعطيو كنرسلوا رسائل نصية للعمال غير الأجراء باش كنعلموهم بالأرقام التسجيل ديالهم، وكذلك كنرسلوا لهم دي نوتيفيكاسيون دي ماتريكولاسيون إشعارات. من خلال هذه العملية العمال غير الأجراء عندهم إمكانية، وحنا وضعنا رهن إشارتهم بوابة إلكترونية اللي كتمكنهم أنهم يسجلوا ويصرحوا بأفراد العائلات ديالهم من خلال تصريح بالزوجة أو الزوجة والأبناء، لأنه حتى هما مشمولين بالتغطية الصحية. وكذلك بالنسبة للناس اللي ما عندهمش إمكانية أنهم يقوموا بهذه المهمة في البوابة، فعملنا شراكات مع مكاتب القرب، هذه المكاتب اللي كيستعملوها لاستلام الأموال أو لأداء الفاتورات. فهذه المكاتب اللي العدد ديالها كيوصل تقريبا 8000 مكتب، كلها وجهة اللي يمكن يستعملوها الزبناء ديالنا لتسجيل أو استكمال عملية التسجيل من خلال التصريح بأفراد العائلة، الأبناء والزوجة إلى آخره. بنفس الوقت هذه المكاتب كتمكنهم أنهم يؤديوا، كاين فئات اللي كتأدي اشتراكات، فإما أنهم يؤديوا اشتراكات عن طريق البطاقات البنكية أو من خلال الاقتطاع البنكي أو من خلال هذه المكاتب القرب اللي كتعمل على مدار، لأن التوقيت ديالها توقيت مارين ابتداء من 8 الصباح حتى 8 مساء، فإذا غير مقيدين بالتوقيت الإداري وكيعملوا السبت وأيام الأحد والعطل. هاد العمال الأجراء اللي بدينا كنسجلوا فيهم ابتداء من دجنبير 2021 بداو كيستافدوا من التغطية الصحية، وحتى الآن وصل عدد الملفات اللي قدموها ما يفوق من 85 ألف ملف استرجاع تعويضات، وكتهم جميع دونك التغطية الصحية بجميع من ملفات التعويض أو من لي بريزون شارج أو الأسنان، علاجات الأسنان إلى آخره. الفئة الأكثر حتى الآن وهي اللي عندنا تقريبا من بين 1,660,640,000 واحد اللي سجلنا، تقريبا 766,000 عامل في قطاع الفلاحة، بالإضافة إلى المقاولون الذاتيون، ثم التجار والصناع الذين يؤدون الضريبة بنظام المساهمة المهنية الموحدة، بالإضافة إلى الصناع التقليديين وكل المهن الأخرى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.